أبو سفيان ابن الحارث أبو سفيان من الحارث نك اللي يرادو أيا نسير دي سي قصة دي سي هلكان كجلينا أبو سفيان ابن الحارث سيد فتيان الجنة أبو سفيان من الحارث نك اللي يرادو سيد فتيان الجنة جنة ذا اللي يراد هذا سيد كوديوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا سيدا أوي رواي قال وحا يربو يرشاخو أن اتصلت الأسباب أسباب إني حديث بين شخصين وتوثقت العرى كالسونانتي أي أتكاتو بين اثنين كما اتصلت وتوثقت بين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبين أبي سفيان بن حارث لوضع أن حديثك كدحي دحمري يسيدا يسوق كالسونايين إن إلا وقف يسوق كالسونايين واير تهي واي قل وحاير أن اتصلت الأسباب أسبابت إن يحرير بين شخصين وتوثقت العرى كالسونان تأي حرير كو إنو أتكاد بين اثنين لكرد حيو كما اتصلت سي أحرير ستي وتوثقت أتكاتي بين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إيه وبين أبي سفيان بن حارث فقد كان أبو سفيان وحوها لدة تنبوها دأبوها ومن لدات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دأدي سأيوها وتربن بوها من أترابه اسم معنى واي تربن يلدي اسم معنى واي وتربن دأبوها ومن أترابه نبي يعني دأدي سأوي فقد ولدا والا دلي وفي زمن متقارب زمن اسكو دوبا الله دلي لبدود المادر بيهاين ونشاء وي بربارين وفي أسرة واحدة هل أسران وي كسوا بربارين ولوان إنه المادر يهاين ولبا أبو ودرشي أيام مركة دلي وكان وحوها أبو سفيان ننك اللي إراد ابن عم النبي نبيك أذيركي الله سيقي يعني نبيك كودك نابيركي سيكو بادي أبيه لردشي وأذيركي لحمك هاي الله سيقه كاسا لوك جدا أيهاي كان ابن عم النبي لسيق نبيك يعني أذيركي سي لحمك ها ويلكي سيبوها فأبوه أبيه الحارث وي فأبوه أبيه الحارث وهي وعبد الله والد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخواني لبوا لعلى أوي ينحدراني لبضو حيكسو بحي حيكسو بحين من صلب عبد المطلب عبد المطلب دبر كيسون بيكي ما دين لبنا ولا عليها ثم إنه أبو سفيان كان وحوها أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع مر لبعض بهدنا النبي وحيسو إما دين ولا لكم نغذين رضاع والناس بيوذن نغين فقد قذتهما وحا لبضو ذا يعني ديف سيسي وعب سيسي السيدة حليمة سعدية من ثديها لبد إذا الناس معا لبد وذا أي إسلام نوجسيه يعني حليمة سعدية أي لبد وذا وذا نوجسيه وأبو سفيان بن حارث إيو النبي عليه الصلاة والسلام مركه هدنا رلا عاية ولا لك وهاية وكان بعد ذلك أنت مركي اللي جسوا قد بعد جيت هدنا كله صديق أي وحوها صديقا نين صديقه صاحب لا حميما آد وقدو للرسول صلوات الله وسلامه عليه نبي أيوحوها صديقنا حميم أهو يعني اسجعليهن آد يا آد يعني ون حريستواي اسجعليهن مدو متك الله ون حريستم قبل النبوة النبي نبذا كهر وأشد الناس بوها دتك متك أغدران وشبها أكانت به نبي الله أكادوا نبي أنا آد بوغو أكاب سيها من حارثو وأنو سوامرني يعني شنتنين ونبي آد وغو أكيد وددك إنها يعني إنه هو إن أشتهين حتى إمرارك قاركود نبيك يكوك هايان بإموذيان أيو كم ده أبو سفيان بن حارث وي فهل رأيت ما أركتي أو سمعت ممغشي قرابة قرابة أقرب كدو أو أمس أواصر حرير أمتنك أذك من هذا الذي كان الكاسو من هذا كان الذي كاسو كان هذا بين محمد بن عبد الله وأبو سفيان بن حارث قرابة سيدا إسجدو يحرير كا أذك أو يعني لبذا أن الحرير كي كده حي مياد ولجا أركتها ومياد مياد مغشوي ومجروا لذا سيدا درتت يوفقت كان المظنون ماله وحوق هذا بأبي سفيان لوم ملين أيه أن يكون إنه هذا أسبق الناس ذاتك متك وجودك دقبان إلى تلبية دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبي الدعوة دي سدعوة أجيب الدعاء نينك أودك دقبان أوه الرئيين والنقض ساسو ملهو أها وأسرعه متك أودك دقبان مبادرة دقدق إلى اتباع نبي الرعيد يسلو دقدق محايا لحريرك وضع دلشاء يسود وآيان وقرابة نمضاء
iyo saaxiibnimada ka dhaxaysay iyo isku da'da ay ahaayeen iyo isku naaska ay nuugeen iyo isku meesha ay ku soo koreen yaa yacni waxay malahu keenayaa labadaa nin inayna sina ku kala hari karin oo nabigu marka rasuulka laga dhiga nin ugu degdego ugu horreeya ugu horrumeeya inuu abu sufyaan noqdo sidaasaa la malaynay. Laakina alamra amarkii jaa'a wuu yimid calaa khilaafi kulli maa yatawaqacuhu lmutawaqicuuna kuwii yacni wax yacni shinsanayay oo wax yida diilinayay wax malaynayay malahoodii khilaafkiisa unbuu ku yimid amarka laakina alamra amarkii jaa'a wuu yimid calaa khilaafi kulli maa yatawaqacuhu lmutawaqicuun kuwii wax shinsanayay wax malaynayay malahoodii ay malaynayeen khilaafkiisa unbuu amarkii ku yimid. إذ ما كاد الرسول رسولك موسى سجن عليه الصلاة والسلام يظهر دعوته دعوتي سإنه ظاهري وهو ينذر عشيرته قرابتي سأؤدقه حتى شبد إلى أيهرته نار الضقينة حقدق النار تاذي يعني يا في نفس أبي سفيان هرتي على الرسول نوح حقد سيه صلوات الله وسلامه عليه مر الله مركو النبي دعوتي سلجاري أبي سفيان عداود ماشي قدام بيسي أمبقات فاستحالت الصداقة صاحب نمدي وحي أوريكت إلى عداوة والرحم قرابة نمدنا إلى قضيعة إن ليس قوي والأخوة ولا نمدنا إلى سد منع إيا وإعراض جيس بيقدون تيوي سوبة دشوة إن إلا مدن إنك لجيستان ولقد كان أبو سفيان من حارث وحو نقضي وحو أهذي ولقد كان وحو أهذي أبو سفيان من حارث يوم سدع الرسول مالك النبي أوداهري صلى الله عليه وسلم بأمر ربه ربك أمر كيس مالك أوداهري فارسا بوهان فارسا أو من أم به فرسان قريش قريش فرسان تود الرجل يعني فرسان فارسين تا يعني كوا أقوم مشهور سنبو كمدها ذكرا حقا يعني مقع رجع آد اللو يقان فرسان تر قريش أقوم مقع وين بو كمدها واي وشاعرا ننقبياب وهايو من أعلى شعرائهم شعراء ذو ذمتك أغسى الرياء كعبا يعني حقا يعني مقعوا حقا مقع وحقا يعني حقا شعر كيسنا آد بقى لو تحقلين إيهو شعر كيسنا والا جعلانين يعني مكانه كل أبوها حقا قوي قوي آية فوضع وحو دجي سنانه إيه واللسانه بو في محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع وود جو يلي سنانه ورن كيسي ولسانه عرب كيسي لبض ووحو يلي في محاربة الرسول نبي قد قال كيسي إلا يعني إنه لعو الله يتمون صلى الله عليه وسلم يوم معاداتي دعوتي دعوتي سنبي قد لعو الله يتمون كاربا وجند طاقاته أودي سوحي أهيد وردن وحو كبحي كلها دمانتت للنكاية بالإسلام والمسلمين إسلام كي مسلمين تسوء بلا وعذاب الهو فما خاضت قريش قريش ميسا قلن حربا دقال لد النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لدكي ساوي كغسو هرجيدان إلا كان مسعرها دقال كان ننكي هرين يواسقو ولا أوقعت بالمسلمين مسلمين تكمين الردين أذن وحدبا قريش إلا كان له فيه نصيب كبير يعني قعوين ينبو كلها دبكاس أي دبكاس تأو قريش أي أجيسة إسلامك يا مسلمين تا قعوين ينبو كلها نقاس. ولقد أيقظ أبو سفيان أبو سفيان وحبر أرجيه شيطان شعره شعر كيس شيطان كيس آية ننقب يا أبو هايو مركزه شيطان كيس شعر كي يعني كوك عيني أيو بر أرجيه وردد ككعي وأطلق اللسان وعرب كيس بو سيدا يفيه جاء الرسول نبي عيدي صلوات الله وسلامه عليه أيو عرب كيس كسيدا فكان فقال وحويري فيه النبي وحويري كلاما هذل آية مقدعا أو يعني فاحش أو بدي أو آدحن فاحشا أو حنو موجعا آدلو قحن وصدوا وحن وحن هي النبي كمده جن عليه الصلاة والسلام قبا يحن حن أبو النبي أسو دري جنك عايج وطارد وحا ديرات عداوة أبي سفيان أبي سفيان عداوة دي سوا ديرات للنبي النبي أوقوي عليه الصلاة والسلام حتى قاربت إلى أي كدوات عداوة ذات 20 عاما لباتن سنوا كدوات لم يترك أوسكتجين وخلالها زبن كاس أسجع لواتن كاس أنا دحذ هذا ضربا حالت أو من ضروب الكيد لجرت حال هذا حال هذا كم ذا للرسول الرسول كان الله ذكر عليه الصلاة والسلام إلا فعله واسمي
xeelad kasta oo nabiga lagu khiyaaneynayo ama lagu dhagrayo waa isku dayey. Walaa sinfan nooc oo min sunuufil adaa, dhibka noocyaalkiisa ka mid a ma jiro oo lilmuslimiina muslimiinta la dhibo, ila ijtaraxahu, irtakabahu, waa sameeyey, wabaa'a biismii, dembigiisana asagaa dhabarka saarto la nood. Maxaa yeele ragga ugu daran buu ahaaye dhibaatada islaamka uun ka shaqaynayo waa nabiga ka soo horjeediba. Wa qubayla fatxi makka, maka furashadeedii wax yar ka hor qubayla fatxi maka, maka furashadeedii yani biqaliilin, wax yar ka hor kutiba liabi sufyaan waxaa loo qadaray, ee xag ilaahay looga qadaray, an yuslima, inuu islaamo. Wa kaana liislaamihi, islaamnimadiisa waxa u ahaatay qisatun, qiso, musiiratun yani musiiro aho kicinaysaba, dacni caadifadaada kicinayso. Wa canhaa, taasoo wacadhaa dhe wacadhaa ay weelayso soo xifdisay kutubu siyari, siirada kutubtooda, oo watanaaqaladhaa ay soo guurisay soo rartay asfaaru taariikhi, taariikhda kutubaheeda waaweyn. Asfaarta waxaa leeyahay kutubta waaweyn wa maraajicdi ahee taariikhda. Falnatruk lirajuli, ninka aanu u dayna, nafsihi, naftiisa, alxadiida can qisati islaamihi, islaamnimadiisa qisadeedii sheeko uu ka sheekeeyey aan u dayna asaga. Fa shucuuruhu, shucuurkiisa, bihaa uu garanayo, qisadaa garashada uu garanayo, acmaqu, tii xeel dheer weeye. Wa wasfuhu, tilmaantiisa, lahaa uu tilmaanana, adaqu, ayadaa daqiiqa, wa asdaqu, ayadaana runeyo badan wa. Asaga aan u daynaynaa inuu ka sheekeeyey qisadii uu kusoo islaamay markuu islaamayay qisadeed. Qaala, wuxuu yidhi abu sufyaan, lama istaqaama, markuu toosnaaday amrulislaami, islaamka amarkiisi, oo waqara qaraaru, uu yacni si fiican islaamku u luga dhigtay oo uu xoogaystay dee. Yacni dadka barki dambe soo islaamaya waxay arkeen islaamku dee inuu xoogaystay oo markaan wax ka hortagayaba uusan jirinoo, ninkii waan hor istaagay yidhaahdana nin naftiisa uun ku ciyaaraya inuu yahay. Markuu islaamku istaagay oo waqara qaraaruhu, yacni lugaha uu si fiican u dhigtay oo uu sugnaaday, oo washaacad ay faaftayoo akhbaaru tawajuhu rasuuli sala allahu calayhi wasalam, nabiga qaabiliddii uu soo qaabilayay akhbaarteedii ilaa maka, maka uu soo qaabilayay, liyaftaxahaa, magaalada maka inuu furto. daaqad calaya alardu, ardadii baa igu ciriiriyantay buu yihi abu sufyaan, bimaa ruxubat, maca ruxbat, waasacnimadeedii alala qab. Wa qultu, waxaan idhi buu yidhi, ilaa ayna adhabu, xaggeen aadaa, waman asxabu, yaan la saaxiibi, wamaca man akuunu, yaan miciisa noqonayaa, la noolaan doonaa. Demaka haddii hadda nabigu la wareegaya muslimiintii wax ixsaano asaga loo hayana male, waa dadkii uu dhibi jiray oo caayi jiray oo hadda la dayn maayo, waa la dili. Meel hadda qaadayso xaggeen u carari doonaa buu leeyay, xaggeen aada, xaggeen ku noolaan doona, anigu maa isla hadlay. Uma jitu zawjatii, zawjadaydii baan u imid, wa awlaadii, caruurtaydii baan u imid. Wa qultu, waxaan idhi buu yidhi, tahaya u diyaar garooba, lilkhuruuji, baxitaanu, min makata, maka inaan saga baxno, ka cararno, u diyaar garooba. faqad awshaka, waxaa dhowaaday, wasuulu muxamedin, muxamed gaaritaankiisii baa dhowaatay, uu maka soo gaaraye. wa innii anigu la maqtuulun, baan ahay, laa maxaalata, shaki la-aan, in adrakani ilmuslimuuna, muslimiintu hadday yacni igu soo gaaraan magaalada maka, kolla la idayn maayo aniga. fa qaaluu lii, waxay ii yidhaahdeen buu yidhi, ilmahaygii iyo xaaskaygii baa waxay ii yidhaahdeen, amaa aana, miyuusa dhowaanin laka adiga, an tubsira, inaad aragto, ana alcaraba, carab, iyo walcajama, cajamigiibo, qad daanad, inay u khuduucday oo adeecday, limuxamedin sala allahu calayhi wasalam, inay ugu khuduucday bidaacati, adeecid, dadkii oo dhan iyo ummaddii oo dhan inay nabiga u khuduuceen oo raaceen sooma aragtay. aya oo wactanaqad diinahu, diintiisina ay qaateenoo ay garba tabsadeen oo diintiisa ay qaateen. wa anta, adigu, maa tazaalu, ka zuuli maysidoo, musiran, inaad daa'imaysa, calaa cadaawatihi, nabiga cadaawadiisa. wa kunta, waxaad ahaatay, awla naasi, dadka midka ugu awlaysan, bita'yidihi, nabiga inuu ayida, wa nasri, inuu u gargaaro. cid kaaga dhaweyn oo munaasab kaaga ahaydna ma jiro, ummaddii oo dhan baa nabiga raacday oo ayiday, markaasaad adigu weli waxaa sii daa'imaysaa cadaawada nabiga inaad ka hor imaado. wamaa zaaluu bii, kamayna zuulin, buu yidhi, yacdifuunanii, inay yacni ijilcinayaanoo naxariis iga raadinayaan, calaa diini muxamedin, yacdifuunanii, inay igu soo celinayaanoo yacni igu celcelinayaan, calaa diini muxamedin, wa yuraqibuunanii, ay ijeclaysiinayaan, fiihi, xataa sharaxa allaahu sadrii lilislaam, ilaa ilaahay qalbigaygiiba islaamnimadii u sharax. qumtu, waan kacay, buu yidhi, min tawiy, wakhtigaygii baan kacay, buu yidhi, waqultu liqulaamii, adoonkaygiiba waxaanu idhi, madkuurin ahaa, hayi diyaari, oo lanaa annaga nuuqan, noo diyaari iyo wafarasan,
يعني هل جيله يعني أن ركوب صنو إياه وفرسا فرس نو دياري وأخذت وان قاتيب ورمعي معي ابني ويل كي جعفرنا ويل كي جعفرنا وان لا تجيبون وجعلنا وحن جد قلني نقيد الصير صعد كإنا ددجينا إن نحوه نبي نحو الأبواي ماشى أبو الله إذا هذا حق هذا وادين عنا بيلقوش شيء وما كاس وقال أيوة بين مكة والمدينة ماشى أبو الله إذا مكة والمدينة دحلوها يا جهاد إذا أيان ورقة قيبور فقد بلغني وحيسوق قاري أن محمد نزل فيها أبو إله هذا دقي هاي وقال هذا مكة وقصة صعب ولما اقتربت مركان أدوه هذه منها أبو مركان أدوه هذه تنكرت وانس قريه بوري حتى الله يعرفني إنه سيقرنسون إيقرن أحد أحد وفا اقتل مركا ان ليدين وقبل ان اسل انت انا قاري الى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن انا موجن اسلامي اسلامي ودي بين يدي النبي هرتيس اد بعد اللي دعبايو وانا اللي يقاني ان ان النبي ولا يغسبي وايان كياوي هدي لا غرتو ليرا وا عدو الله كرك لا يجر مركا سان اسقريه وجي بان قرسدي بوري الى ان النبي غارو هرتيس ان اسلامي ود كو ومليت وان تغيب امشي انا وصعوني على قدمي لبدي دل لغود انا وصعوني نحو من ميل هل ما العمل با انتان قاديد كي قسو دقيب ان لغت سو لغين يقول وطلائع المسلمين مسلمين يعني رقو الى الله هانا تملي ويسعوني سا مياممة حالي تميد اقص ديسو تملي ويسعوني سا مياممة حالي تميد اقص ديسو شطر مكة مكة جهدد مسلمين يعني إلى الله ذينا ويزدبس عطايا يعني مكة أسس عطايا حق مكة الله صعدا جماعة إثر جماعة بيكو صعدا فكنت وحان هذا أترحى متكفق هذا وكل أحد عن طريقهم وددوا فرقا عبسي منه أي أنك عبسنا إيه وخوفا عبسي من أن يعرفني إنه إقرت أحد أحد من أصحاب محمد كمل مر كان أركوا أنك قبلنا يايو وددا أي مر يانو من كل حنا يوانس قرينا يوحان ربنا النبي أطقو أنون عنا يارك وفيما أنا كذلك وفيما وقت أنا كذلك سدى أنكسو قنا وندتك أنكرد ورومنا يسقرنا إيوه إذ دلع الرسول والرسول كبا صوبحي صلى الله عليه وسلم في موكبه حال الله سعود جماعة ديسي فتسديت له النبي وان هر استاقيبوري هرتيس وان أبعني وان سود ظاهريو تسديت له ووقفت تلقاه هرتيس أيان استاقي وحصرت عن وجي وجي أيان فهيد مركع مرضي كقاضي فما إن ملأ موسى بوحين عينيه لبي سئندود مني وهو عرفني موسى قرن حتى أعرض عني ويجيست إلى الناحية الأخرى لأن عكلوا النبي يجسي جيسته آي فتحولت وان وريق إلى الناحية وجهي دنعي كانوا وريقي بان هدنا كمر النبي فأعرض عني هدنا ويجيست وحول وجهه دنعي كانوا هدنا النبي يجيست فتحولت إلى الناحية وجهي حتى فعل ذلك مرار مركان لنا عكلوا وريقوا حقوا النبي يجسي جيسن مركان دينا عكم مرة دينا عكلوا النبي يسي جسنا وجهي سواه كوف لا يدنا عليه السلام هاي هاي واحد منهم النبي كهريم دو دبيه كنت وحنا هذا يبر لا أشك مد أن شكينين وأنا أنو مقبل مد ساق بالسنة أنا على النبي مركان النبي وكسر سعد عليه السلام وحان شك إيجا مجرين وحان لا أزلهابوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح وفرح دونا بإسلامي إسلامي ماذا أنا مسوا إسلامي بهذا النبي قوي ما دون شاهد كده واقه شاهدين كا النبي وقوف فرح دونا بان لهابون وأن أصحابه أصحاب تيسونا سيفرحون ويفرح دونا اللي فرح النبي وهذا فرحوا برضو النبي يقرر على نقض أصحابته ويقرر على نقض دونا ساسو ما أنا اعتقاد نابون لكن المسلمين مسلمين تي حين رأوا مركي أركان إعراض الرسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم عني النبي جيسي جيسي ويجيسي عني حقيقة تجهموا لي أيقنا ويسكي نكريين وحن ولقود بيقون بيقدين ويقسي جيستين وأعرضوا عني ويقسي جيستين جميعا لقد لقيني أبو بكر بايلة كلمي فأعرض عني ويقسي جيستين أشد الإعراض جيستين متك أقدرناه ونظرت إلى عمر بن خدابا في ري نظرة فيرو أستلين بها قلبه بالقلب يسام حقاك ووجه العان لها ويعني قلنا أمك على هذا الله أيام فيري فوجدته وان هلي بوري أشد مدر أنه إعراضا من صاحبه أو بكر وابكسي دريه لاين وحي فيرين كرام ملد أول والي نعبا حدنا النبي قباب عليه الصلاة والسلام يقسي جيس مركز نيك إسودة وين يواي مرادو نيم حد يقسي جيس بل إنه عمر إنه إيجي العيس كفر دافة إنه عمر أغرى بي وحوبة يقبو الرياح هذا الأنصاري نين مركي الرياح أنصاري دو أيوان قنصا سئيلهين ودكتون لكن مغلي أبو سفيان ونبضن اللي مغلي جري من في أنصاريه هو بيقول دريب ويري فقال لي الأنصاري يباوحو إيجري ويري يا عدو الله عدو بإله يوم آية
أنت أدب الذي كيس أمتي كنت أهالي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نينك رسول الله دي بجري سؤالي أمتي وتؤذي أصحابه وأصحابتي سد بجري وقد بلغت واد قارتي وبلغت واد قارتي في عداوة النبي مشارق الأرض ومغاربها عداوة النبي أقبت عليه الصلاة والسلام يساد ولع ليتم يسا مشرق يمغرب بيقارت آية أنا قارسية هالكاس سعاده إلهي متي وما زال الأنصاري وما زال كمزول الأنصاري ونك الرأي أنصاري يستدل علي إنه يبوب بحسن هي وحد دون إدهاي آية وهو يرفع صوته وصوت كيسان وكر قاضي والحال المسلمون المسلمين تنا يقتحمونني ويقصوا جنايان بعيونهم من دهضة إن ده كل بيساء يقصوا فيرنا يان ويسر ويسرون ويفرح يانه مما ألاقي وحنا لكل ما أدبات أنا وكفر حسيه حين وننك دبات النبي كوسا من جري واحد المسلمين تدبه كوسا من جري ما أنت ننك يهال كائن سيل سويس تاع النبي وكسي جسته واكن ننك الرجال أنصاره إنه عاية يوحو دونه وضحية مسلمين تكلوا دنا وافيرنا يامبو رأي بينك يه واحد يقص ما ين يوحى الله كل ما دبات هذا آية عند ذلك مركز أيه إنه دبات هذا كوسهم بان يان أبصرت وحان أركيبوري وإن إيش الله لي عمي أذكرك العباسة أذكرك عباس بن عبد المطلب بان أركيبوري فلست به وان مكان قال يقول أسألك عرارة وقلت وحان يربو يا عم أذكره قد كنت وحانها لأرجو مدرجي أن يفرح الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إنه كفر حدونه بإسلامي أنك إسلامي مدين وأن لقرابتي لأجل قرابتي منه قرابة آنو أهي إيا وشرفي في قومي قوم كي يريق رشادنا نين مدح أهانها يا مسؤولة حدي أنصو إسلامه قرابتي سنة آنها نين مدحانا آنها إنه يكفر حياء ينوذي وقد كان منه نبي حقي سوحاكا هذا ما تعلم واحد أكتئ نبي هو يقسي جست فكلمه في الله هذا ليرضي عني إنه يقرأ هذا النقل هذا إمبا والد هذا كيس يعني ولا جا با إنه كحرمية إقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقرأ لنا فقال عمي هذا كي وحجر لا 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 بوير والله بان كرارتي لا أكلمه لا هذا اللي ما النبي كلمة أبدا ولي بعد الذي كي جداش رأيته أنا ركي ومن إعراضه النبي جيسي جيس عنك وكاجس ما رضي أسك إن تدور جيسي وكاجي جيسي إن أنا أرجعه النبي أن الله هذا الله كما يابو آية إلا إن سنحت فرصة فرصة كله بين إماتهم أوجي فرصة كله ومركز أمام كارو كابون حارس طلبه ونبي كاله هذا لب إن لهلم أوجي هذا إنت أنا أتجنب النبي إن الرسول كلا أبو سفيان أقبل أو كرر لنا ما يليك ربو فإني أنا أجل وأوينين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله وأوينين يا وهاب وأنا كهي بيسنا يا أبو أدير كيس بعد النبي كدع عليه سلامة وسلام فقلت وحان ابن يا عم أذرو إلى من تكلني إذن هذا أديك هذا أمرك أزاد ياش ياد إيه وكالنا يسمر إلى من تكلني إذن ياد إيه وكالنا يسقفك كل أن أتجيه أديك أذيرك ياها نبي كان أذير كيسا هذا سائل هذا مرك يان كلو أذية فقال وحيري ليس لك عندي أكتي دكومي يا لغير ما سمعت واحد مغش واحد يوم مغشي وح أنكوري وح نهيل جميل لسانك فرصة كلامه إلا هلم وغيه كل ما هذا يعني ران أكوان كلها هبوي ما الله هلا ينبي عليه الصلاة والسلام فتملكني الهم مركتي أيا إهانة تيبويري وركبني وحائكري الحزن تيرانيو ولم يعني ولم ألبس مانا نجان أن رأيت إن أن أركي ابن عمي أذيركي ويلكيس علي بن أبي طالب أنا قلت سيدا ومركتي يعني يقر نغطة وحن فلقران لا أيا وحان أركي هدنا يعني نكا أن ما ديرتها هين أذيركي ودلي علي بن أبي طالب فكلمته وأن الله هذا في أمري أمركي سأنا إيه زتيه سيد علي أدوهم هاي قوان كرتا فقال لي وحيري مثل ما قالت عم من العباس أذير كان عباس سدو يري ونبو أساقنا يري بي ورنبي قال ما هل لكري بي وحان كو قوان كرنا مجري نبي ومر هدو أساقنا كاجيس ديوه عيد كرد عكرتو الله هل لكرتا مجر عند ذلك أرنت أمرك إما تيبان رجعت الله بتيبوا إلى عمي أذير كان العباس أذير كان عباس بان هدنا كون نخذ وقلت وحان يريبوا يا عم أذيره إذا كنت هدي أهاتي لا تستطيع مدأ أوذين أن تعدف علي إن نحر إصدلبت قلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعدف إن جلعس علي أني قلب الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قلبي إن جلعس هداد أوذي ويدي فكف عني هدب إقرب وإقال هذا ذلك الرجل إنك أسأل الذي يشتمون إعايي ويقر الناس دادك إقوبورين بشتم عيدة إذا دادك إقوبورين إنك الرئة أنصارين
oo hadda asagu qaraabana ma nihine ninka reer ansaareed ee dadka hortooda fagaaraha igu caayo dadko dhan hadhow ibu yaani fursad buu siinayaa haduu asagu caayo wax ka reebo la waayo ummado dhan way ku kacaysaa ee moogta ninkan igala hadal markii waayay hadii aad nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam qalbigiisa aad jilci weeyo nabiga aad ka heebaysatay waay faqala wuxuu yiri sifuli ninka reer ansaareed wax ka sheegay ii tilmaan fawasaftu lahu waan u tilmaamay faqala wuxuu yiri daalika kaas نعيمان ابن الحارث نك اللي يراده ويا النجاري ونعيمان بن الحارث النجاري ويا فأرسل إليه قف بو إدري عباس بن عبد المطلب بو قف بو دريو يقصو يربو رنكاس وأويمت وقال له حجر يا نعيمان نعيمانو إن أبا سفيان نك أبو سفيان هي أد عايسو يعني أدبيسو هرت ابن عم الرسول الله ويا صلى الله عليه وسلم نبي أدير كي بعد له وابن أخي أنا جانا ولالك يبى دلها وأدير بنوه وإن يكون رسول الله يهدو أهل صلى الله عليه وسلم ساخدا عليهم مدء عريس ضاع عنه وكرر لنقندونا يوما يوما ما مال أم بكرر لنقندونا فكف عنه منك أفرتك قد حباك شيء ما دام النبي قرابته سوي عليه الصلاة والسلام هذا النبي بهدو كجس يعني وعد يسني مال أمبورها لنقول دوناي ده النبي إيه الكيس هذي بني قرابته يس أي أصله النبي بهدو أبسي ونقطة وسامي النبي وياه أكو حكومة ونبي أرين تيس كورة ما نزاي أذوق أفكار كقف وما زال به كم نزول إن الله هذا اللي ينكي أو عنانا حتى رضيع إلى أن ننكي لا أنسى كرة لنقضي بأن يكف عني إنه فرت إيقا قادم مردم إله دي وقال وحو يري لا أعرض له بعد ساعة ساعة دان وحي كدن بي مردم بوحدي بأقيسن ما إلان هالدماء ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركو دقي بالجحفة ماشي جحفة لنا أبوه كسو قري وجحفو نبي سود دقي هذا جلست وان فريسي على باب منزله ماشي نبي قدقي قريقي سيريدي سيان فريسي ومعي ويلك ومعي أنا معي ابني ويلك يجيب هذا جعفر وجعفر قائما حاله نبي قال الباب كيسيب أم فريسا ويلك يجينا ويسقرب إسداجن بل إنه النبي عليه الصلاة والسلام نون حريص مركو حاله ده نظر فلما رآني نبي مركو ياركي والحال هو النبي خارج ويامين منزلي أسوأ قري سكس وبحيو أشاح عني بوجه وجهي النبي يجدي هذانا فلم أي أسمان قوسن من استرداده نبي قال لنقشدي سكمان قوسن وجعلته وحن قدقله كلما نزل في منزل المرأة الله مركو ميل دقبه أجلس على بابه الباب كيسو أمبان فريسا وأقيم ابني جعفر ويل كيقين وان استاجين وواقفا بإزائي ويل كيقين وإزقرب استاجين أنا قلنا ماشي وما إريد أن فريسا فكان وحوى هذا النبي إذا أبصرني الرسول رسولكم مرأة الله مركو يارك صلى الله عليه وسلم أعرض عني ويقجيسا وبقيت وان باقي النقض على ذلك الزمان مدى إذ البان ساءها مكة الله قال لي مركة دمية مقالة ونبي قبصده فلما اشتد علي الامر امرك مركو يقدرنا هذه وضاقه يعني انا عريري مي او ميلان ادب ان غران واي قلت لزوجتي حاسك يغبا وحانو اير زوجتيدي والله بان كو دارتي لا يرضين و يغرا لي نكون يعني حقي رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا اخذن بيد ابني ويلكيغا ايان غانت قبسنيا هذا كان وجعفر ثم لنذهبن وانتغينا هائمين حالنا يكو وررسن على وجهينا ماشي انهرت انا نسكننا في الارض حتى نموت الى ان ندمن جوعا وعطشا الى اون يا غاجه نفتنا غلب ويلكيغا ان غانت كدغو يان اسك دقاقانو ميلان كسوخدي جيرن ما اسك دقاق الى اي غاجه يا اون نفتنا غلب ابو نبي ويغا رالي نون فلما بلغ مركو غار ذلك ارنكات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال الله شيخ نك ابي سفيان اساسي انه اسك عرارو اي ودورك قفردا كدنتو ايو هدا جوغانك ايه مركي نبي سي الله شيخ رق لي ويجي العيور وحير ايو يجي العيور ولما خرج من قبتي مركو كسو بحيتين دديسي نظر الي ويسوفيري نظرا في راي يسوفيري الينا كجل عسن من النظر الاول في رده رميت كجل عسن بو نبي يفيري عليه الصلاه والسلام حوغا ويسو دبعي بو وكنت وحان هذه ارجو مد رجيني ان يبتسم انه هل مرئ موسود ابو قسلب اي عمر دو نبي موسود ده يعني مركا ورال نقدي سوما انه نبي موسود ايان رجيني ابو ثم دخل الرسول النبي وقال عليه الصلاة والسلام مكة أيو قال مكة أيو قال فدخلت في ركابه يعني وحان قليون نبي جميعا دي سيبان كمدها وخرج إلى المسجد مساجد كأيو النبي أبحى فخرجت وان بحي أسعى أنه سعنا يأردي بين يدي هرتيس لا أفارق النبي ما فارق على حال مركز ماشو استاقوا وان استاقوا انتا إنو يقرر على النغضو من رادنيا
ولما كان مركو هذا يوم حنين نبي مكو قبصده يوم مركو مدجوغي حنين بو نبي واكي عيدم يأولا بحايا حنين بو كدو لهدنا ولما كان مركو هذا يوم حنين جماعة العرب عرب وي أرورس لحرب النبي جماعة العرب عرب وي أرورتي لحرب النبي النبي قد قال كيس عليه الصلاة والسلام ما بي أروريين لم تجمع قدو ولقد عيدا أين كل منهم بي كل منهم مركي لي نبي مكو حتى سوق بصدي عيدن كي اوحي وبدنا يودا بيبي عرب وأرور رسي نبي آية وأعدد وي دياريس للقائه النبي اللي كل انكيس كهرتقيس ما بي دياريين لم تعيد من قبل وحين هري ولقد عيدا أين أديارين وعزمت وحانقو آي وعزمت لي وعزمت عرب وحيقو آنستي على أن تجعلها إني ياشو القاضية تيقو إني سي على الإسلام والمسلمين عيدن كماشا يكون ديارين أيانا وحي أقول تلقلين إسلامك يا مسلمين تأتي يقول تخلص لها ينيت وخرج الرسول رسولك وصوبح صلوات الله وسلام عليه للقائهم قرد على الشيء يعني ماشا اسكو أرور صدي النبي إني لده قالان ربو ينبي وارك وصو قاضي في جموع بوكسو وارتمي جماعوين ومن أصحابه كمذا أي لبيه طبعاً كن بمركا نبي مالك نبي وتوه طبعاً كن ومكاء وكوكب صدي يا الله بكون دلقات ذاتك اللي سيدا هي العفية مكاء يعني ومركا بيشا كو إسلاميها لبيه طبعاً كن بنبي وكوه يا ريحنين فخرجت وان بحيب معه نبي معيس ولما رأيت مركا أركي جموع المشركين قال ذا يعني جماعات كوذي مركا أركي يا عيد مهود الكبيرة أتك أوين أفر بنا قلت وحاني ربي والله بان كل أرتي لا أكفرنا وأن كفار جدنا يا اليوم ما أنت عن كل ما سلف مني وح الله وحي إجهر مري من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي دبعته رأي عداوة النبي أن أوجيستي يا وحي دب عن مسلمين تأوجيستي ما أنت عن كفار جدنا يا بني ربي ما أنت مسلمين تأنو تقالما يا إسلام تأنو تقالما النبي قال الدفاعية أي ولا يرى ولا يرنا ولا يرين واركدونا النبي من اثري وحان سمي اي من اثري حاله كم ديهاي اني فعل كيغا ما يرضي الله ويرضيه ما انت النبي وحي واركدونا وحي ان سمي وح الهي رالي غليدونا النبي غن رالي غليدونا عليه الصلاه والسلام ولما التقى الجمعان مركه كلمين لبدي عيدن استدد وحاضرنات وطئه المشركين قالده ويرركودي على المسلمين اي سو ويررن اي فدب فيهم في المسلمين مسلمين تدحد وضوا حاكوس عدي الوهان ويا والفشل مسلمين تبع ضعيفي وحنين مالك ورحوغا واتير عرين وير جمينة يعني حوغا يعني وهن ضعفي بقى كل عي مسلمين تي يا والفشل وفشل وجعل الناس وحي قدقلن يتفرقون دتك وحي قدقلن يتفرقون إنيك لتقيا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبقى إنيك عرية وكادد وحي بأدواتي تحل بنا إني نقدك الهزيمة المنكرة جبح إنه نقدعه أيام بقصة جنوي، فإذا بالرسول رسولك أيام أركي أيه في ذات أبي وأمي هو يدي يا أباه الله كفرته يثبت وواسق وسجنانه في قلب المعركة دلالك برتن كيس أيو نبي تاجيه على بغلته شاباء على بغلتي بغشي سو سارية أشهباء عديدو كأنه واحد مذاته ودور راسقه كأنه أسوأ مذيسي أتود بور الراسخ الثابت أو ثابتة جبل وين أو راسخ أو مشى كذا قاقين بدنوي سنة بيمر دقاقين عليه سلامة وسلام دقاق كبرتن كيسون كوجر عادو كبرتن كيس ويجرد سيفه وسيفتي سو يعني يقال يعني كسيبتي يجرد سيفه سيفتي سو قال ككلب حي ويجالد يعني وقراعي يضرب سيفه عن نفسه بدفاعية هي وعن من حوله ذاتك دنعيه ساء أو يعني مسلمين تأوي كأنه واحد مدى ليس لباح عادي الحال يهو أي لباح بعد مدى يعني أعرف جدًا هيو يعني الله يتم يدقالمي سي لباح ودقالمو كله سيدي سو النبي ودقالمي عليه الصلاة والسلام سيفت أيو سيدا أو جريا يعني قال ديو عند ذلك أيام وصبت بودي عن فرسي فرس كي يجيب أن كبودو كدقي وكسرت وين جبي غمد سيفي سيفتي قال كيدي بان جبيه ninku marku roo seeftiisa galkeeda uu jabiyo noolal damba ninkaas yaani waa oga dhamaatay wuxuu leeyahay inuu dhinto way xayle ninka nool ba seefta garabka gashado oo galkeeda oo wuxuu leeyahay hadhow markii aad seefta ku ceshatid laakiin hadda seefta galkeedii wa jabiso khalas ina dhimata rabta seeftayda galkeedii baan jabiyay wiil
والله إلهنا يعلم وأجيه أني أنا أريد إن دون الموت دمشق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغى سكدي سينا أنت مالك أنا نبغى الدفاع أيه إن أنت أيه دون يب وأخذ عمي أذرك يباقب تيبور العباس وعباسها باللجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم نبغى بغل كي أوصارنا أيه حكمها كدقي ووقف بجانب دين نبغى دين عيسو نتاعي أنتو دين عك استاعي عباس أيه حكمي فرس كساؤه هيا والنبي عليه الصلاة والسلام فرس كأنه كعيو حق عذب موسي إريو يا أنا ابن عبد أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد مطلب ولي النبي عليه الصلاة أنا النبي أنا والنبي بانا لا كذب بيننا ماها أنا ابن عبد مطلب أنا وإن عبد مطلب بانا إلي عباد الله إلي عباد الله ولي النبي درك عربي ولي ورسول الله بتا مركب فرس كيبو يعني بغل كيبو موسي أرثينا يا حق قال ذي عباس با مركب كود دقي حكمها كود دقي أو دنا عهاي أدير كيبا سيدا أوهاي وهدو سيدا أيو عن وبرتن كذو قال يا نبي عليه الصلاة والسلام وأخذت أنا جانا وان قاتي بور مكاني مكان كي من الجانب الآخر دين عكلا يا نبي كي استاجي بور عليه الصلاة والسلام وفي يميني ملك تيدنا سيفي سيفت بان كويسة أذود به وحنكود دفاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شمالي قعنت بدها فكان ممسكة بالركابي نبي يعني فرس كيسا فرس كوريه كوريه بانسا قعنت بدها وبهيا قعنت بدها سيفت بانسا كود دفاعي أبو لي وحلا وحي ماذا حسوق هذا بوهن كرفني عباس ردع أكلو كتاغي أبو سيفيان بن حارث بن عبد المطلب بن نعان نبي كيستاغي أكلا بذي أنه ما رنعيا كتاغن بولينم فلما نظر النبي النبي عمر كفيري صلى الله عليه وسلم الى حسن بلائي جيس نمد اذا ونا جيدا قال لعمي اذرك و هو يري العباس عباس والله هذا و هو يري من هذا نينك واكو نينك دنعك لي تاغن دنعك دغلم واكو فقال و هو يري عباس فرصتي و شيغي هدا لا غاري واكو هاي فرصتي وات فقال و هو يري عباس هذا مثك اخوك ولالك وي وابن عمك أذيرك ويلكيسي وهي أبو سفيان بن حارثة فرض عنه كرر للنقو أي رسول الله يا رسول الله رسول كلاه وأكره إنه أذى سكت هذا دنتو ما أنت كنت ذلك يا سان أذى قال ما جاءه كرر للنقو رسول كلاه فقال وحي النبي وقد فعلت وانيالي وكرر للنقو ذي وغفر الله له الله أضافه كل عداوة عداوة كل جد عدانيها وإلى علية تمي عداوة كستو إلى علية تمي الله كضاف فاستدار فؤادي قلبي جيبا دولي بويد فرحا فرح درت هذا بالرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عني نبي رال نقشد ورال نقضي قلبي جيبا دما با دولي آية وقبلت وان دون كريب رجله ولقتي سفر ركاب نبي فرس كيف بغل كيف ساريه سوما لقتي سي يعني كورها سيدا وجرتي ايان انت كفرس لقت النبي قبصدي دون كريب النبي عليه الصلاه والسلام ثم التفت إلي النبي وإسوام العسد فقال وحو يري أخي يا أخي ولالك يو لعمري لخالق عمري بقسم يا هاتي تقدم فضارب هري أدقاقو قراع وقال هذا سيفت لدعو آية الهبد ويك عسيب يري ويهرسي كلمات الرسول رسولك كلمات كيسي صلوات الله وسلامه عليه حماستي حماسة دي بيك عسيب فحملت وان حمباري بوري على المشركين مشركين تبانكو حمباري بوري حملة يعني حمبارد بانكو حمباري وير الحوق لي أزالتهم زولسي عن مواضعي ماشي يتاقنايم مركز انت حوق ويرري وكو دقاقي ايان ماشي يجوغين بانكو دقاجني بوري وحمل معي معيقنا ويقاذين المسلمون حتى تردناهم إلا أن إرني بوري قدر فرسخ يعني أرفوف بان إرني صدح ميل بان إرني بوري آية وفرقناه وان كلا إن وان عيرنا في كل وجه إن على أركبه لنا على أركبه وان كعير إلى صدح ميل ظل أبو سفيان بن حارث وحو نغذي وحو أهذي منذ حنين لقصوا بالله مالك حنين ينعم متكن عميسان بجميل رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه رأل نغشد النبي وكرر لنغذي ولا قيدي أي كن عميسان وحو دون يبا انتهم به مرهد النبي وكرر لنغذي بس ويبدي ويسعد مؤمن كل بنا أيوة هذا بكريم صحبته صلى الله عليه وسلم نبي صحبتي سي وناك سنيدنا يعني وكل بنا ولكنه أسوه لم يرفع موسى كريال نذره إشي سيليه النبي أبدا ولقي ولقي النبي سلاء ومفير آية ولم يثبت آية موسى سجنه بسره بسر كيسا في وجه نبي وجهيس حياء منه حشود النبي حشون أيه إياه وخجلا يحيى ما من ماديه مع وح أصي وغري أسمه يحيى وكي يحيى سني والنبي عليه الصلاة والسلام فرسن جري يعني إن عم بوك مرجري ما كولي إن سأصهر فرسن النبي إن ده كم هرجيني وان
أسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن بإندها لقبوا حنكر هيبت كلية وأصحاب طردن بإن إندها كبوا حنكر هذا ما وحي أسأل هرق وسمي وسوق يا الله واتن سنة كدواز وكشقين يا نبي دبكي سون مركب وحي بان يعني كي يحيى حسن هاي بكاح شون يا مركب النبي إندها كمان تأجل ولي كمان فيرنو وقد جعل أبو سفيان وحو هذا وقد جعل أبو سفيان وحو هذا يعض مد قنينة يو بنان الندمي شليت هذا فره هذه يعني شليت هذه يعني قفكم مركو شلاه يفرتوا قنينة سوما بنان الندم مركز إذا سلوا جيدا يعني مد فرتي سكن إنسان بو نقضي وعي فلا دحيح فرتوا قنينة فرتوا قنينة محلوا جيدا وشليت وشلاه يقف وشلاه مركا بنان الندمي شليت هذا فره هذا أيو قنينة على الأيام السودي وشلاه محك قوم مينيا على الأيام المالمية السودي مدمدوبة التي مالمها سو قضاها أودمي في الجاهلية أودمي محجوبا حال يمد لقى حجابه عن نور الله إلهي نوركس محروما حال يمد لقى هجي من كتابه إلهي كتابكس فأكب وحو قابل على القرآن قرآنك ليله هبين كيسية والنهار ومالنكس يطلو حال أخرنا آياتي يعني كتابك آيديه سوى ويتفقه وفهم في أحكام قرآنك أحكامتس ويتملى ويرين يو من عداته قرآن كوعد يسوى يقسو ينكيس عجيبك وأعرض عن الدنيا أدوي كجيستي وزهرتها بربر كذي قرح ذا وأقبل على الله إلهي مقابلي بكل جارحة يعني حبين كستو من جوارحه كمد حتى إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه النبي رآه وأركي ذات مرة مررك كمد يدخل المسجد مسايد كأسه سيقل يا أبو سفيان فقال لعائشة عائشة النبي الله الوحي رضي الله عنها أتدرين ما قرن إيسا من هذا يا عائش ننكا مسايد كسيقة يا عائش وما قرن إيسا قال وحيت الله يا رسول الله ما قرن إيبيت رسولك إلهي قال وحي النبي إنه ابن عمي أذير كيويل كيسي ويا أبو سفيان بن حارث انظري فيري إنه أسوأ أول من يدخل المسجد مساجد كان ننكا قلمتك أقوه الرأي وي وآخر من يخرج منه قفك صبحانا سيقع قدن بين ولا يفارق بسره بسرك إشي سنو ما فارق إيسا شراك النعلي كبتي سإن دلها دول فيري تواضع عيسى نكا فيري مسايد كاسكا دتك او غور غلي اسكا انو اوو دنباين يهدو مركو صوبخو بنان كو صوبخنا ولا يفارق بصره شراك النعلي محل لوج جيدا اندها ما تاغيو اندي سوس بو لابيا او اندها دا تاغتو ايشو يعني وحارانا اني كو دخدا لا يابا موقت يا عوره ايو وا اجنبي ايو ميل ان لو باهنين ايو يا لا يابا اني ايشو كاغا دادو مركو هوستيسو هوستو فيرنيا كبيهيس اندلهود اي يعني ايشيسو ما فاروقيس ولما لحق الرسول رسولكم مركو هلال صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الاعلى امركو النبي انت حزن عليه وامر ابو سفيان بن حارث حزن الام هو يسي امرغته او كله على وحيدها هلكي ويلكا هيستين او كدنتو حزن الام على وحيدها هو يا او هل ويل قبتي ويلكي او كدنت سي امرغته او كله وبكاه وبكاه او يا نبي بكاء الحبيب قف حبيب او جعل على حبيبي سدو او ورثاه النبي وحوق خبر جيراري بقصيدة قصيدة أو من قرر المثاري يعني وحلو يعني خبر جيراري أنت مده أو يعني افتين بدن أول تاسع تفيدو يعني أي كشم ما يسوء لوعة يعني لوعة وشجونا مرقوا مرق يعني أي يعني أي كهر يسوء وتذوب دلال يسوء يعني حسرة شليتو إيا وأنين أول أي أنين أي قف شلايا يو ده اسكتا هاي اوني هاي دباتو قرعا فقال وحوير أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبل الرسول وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بها جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كرب التصيل نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاضم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول تسويل أرقت وانسو جيدي أرق وحالي أمرك هردد وكاتك تهبين كأذ هردون
أرقت وان سوجي ذي بوري فبات الليلي هبينك وحوا هذي لا يزول مد أن دمانين قف قمرك وابينك سوجي ذي أبينك وقود هيران ذي فبات الليلي وحوا هذي لا يزول مد أن بتغين والليل أخي المصيبة قفك المصيبة كل عذي يعني هبين كيسو فيه وحاكوسو وان طولون در قف مصيبة كل عذي هبين كيسو معاك فربضا هبينك فربضنا أكي حدقي أم بأس كسو تاغنو آه. وأسعدني البكاء أهنتي أيا إيكالمي كربضا سيدا يقول عذي وحا إيكالمي أهنتي وذاك أهنتاس يهرد لعانتاس فيما أصيب المسلمون به مسلمين توحل وأصيب مركي لو فيريو قليل من يروى حتى مسلمين توحوين باكود على المصيبة دي أقوين أو كود على أيها كود على النبي محمد بعد انتهى عليه الصلاة والسلام رسول كودي بعد انتهى وقانكوا آية وذاك كاس وهنت أن أوي يسوجيت كأن سوجيت قليل من يروى فيما أصيب المسلمون مسلمين توحل وأصيب مركي لو فيريو به ماكو لقد عظمت مصيبتنا مصيبة أنذي وينات لقد حقيقة عظمت وينات مصيبتنا مصيبة أنذي وجلد وينات عشية هبين قيل ليري قد قبل الرسول الرسول كي على قبل الله عليه الصلاة والسلام هبين كي ليري النبي محمد بعد انتي مصيبة أنذي هبين كأم بي وينات وأضحت أرضنا أرض أنذي وحين نغتي مما عراها أي من سبب ما عراها وحي أصيبة يعني سبب تير تكاد متسق يسو جوانبها بن عيال كذا تميل أي تزول تزول إنا يبزوجه بها بسببها مصيبة على صوته أرضا لأنه إنا يبقى إيه لطه ويعني أي زوجه ما شيء كتكتو أي تميل بمعنى تميدوا إنا يزوجه أي كوس كتوا وأضحت أرضنا وحين نغطي مما عراها وحي أصيبة سبب هذا من هول ما عراها وين مصيبة كل عضي يعني وين كذا تكاد مد سجيسو جوانبها بن عيها لقو تميل أي تميدوا إنا يعني أي زوجه بها بسبب بها مصيبة على صوتها فقدنا الوحي وحي كبان وين والتنزيل القرآن كبان وين فينا أنا قد حلانا وحي جي القرآن كده حلانا كسر دقي أيام وين وحي جاي تنزيل كاسو يروح الله يعني الله سو عرابة يبيه وحي جا ويقدو الله سو كلها يا جبرائيل وجبرائيل الله سو كلها وحي جي صبح يا قلب وجبريل لو كان يجري أيام وين جبت من وجه المينب وذاك كاس أحق ما شيء متك أو حق نبى بدن ويه صارت أي أسرعت عليه دشيس النفوس الناس يدك النفطال وحي جاء أن ويني يوم النبي قال لي أودن تي مصيبة أنا ورد على سبب تلا يا وح أي لسرعت النفط نبى انتي على عشان سيد بيه أي أقول قصو وح أي حق نبى بدن وذاك كاس أحق ما صارت عليه النفوس الناس وحدتك النفطال أي لقول قصو متك أو حق نبى بدن ويه أو كريبة يود واتا وتصيله إني أقول قصو نبي أيانو دنتي نبي بعد دنتي ونويني وي قد أهين عشية تقيل قد قبل الرسول ذاس كبدلو نبي أيان دنتي كان هذا يجلو شك شك جمد في دعنا أنا وح الله وح شك ونوي ما ذي وح يعني دبا نقبس دبا أسمع أمبار نلسو نقنجن أي بما أبو كز يعني كز لنجرة بما يعني كز لنجرة يوحى إليه لو وحيون أيه وما يقول وح سو كقول يا حديث ياو قرآن كله وحيون أيه هي أحاديثي وأيضا وحي كلا أي وحي معنى هوساها يعني أي شك إذا نوجد زولين جري وارد أنت نبي أص ويهدينا وأنها نولين جري وفلا نخشى ما نعبسنا إن الضلال وحب هذا النماء مرنا كمان نيابين علينا دوش هذا والرسول الرسول والحال الرسول الرسول دليل دليل نويه لنا أن مرد النبي يقول نهر سعد دليل نويه وحب هذا النماء اللي هذا مرنا كمان نبقي أفاطمة فاطمة فاطمة بنت رسول الله مرك الله هذا هاي نبي أولادي سي يمدد كيسي يعني فاطمة أم باكدن بيسي سوما أفاطمة فاطمة عرورتي صور النبي فاطمة أم باك الدنيا دكي كدن بيسي أيضا لح بلوت بكدن بيسي بالي آي أفاطمة فاطمة إن جزعتي هداد أرقى قحضو فذاك عذر والو عذر دار ياب هدا هداد أيدود أرقى قحضو يعني عذر دار بالله هاي بوري يعني مصيبة لا أوي وانور عليه وإن لم تجزعي هداد أرقق حين وإسكاعد كي ستندى كالسبيل وضد ونكسن ومدى وصبرك ووضد في عنيد فقبر أبيك آبها قبر جيسو سيد كل قبر قبر يوردن سيد كيسوا وفيه قبرها وحاكسوا سيد الناس ددك سيد كودي الرسول باكسوا صلى الله عليه وسلم قصيدة دا دير أيوكو أويا أبو سفيان بن حارث وكو خبر غيراري نبي أويوا
وفي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب خلافة ديسي رضي الله عنه يو أحس الدرامي أبو سفيان وحو الدرامي بدنو أجله أجل كيس إنو دواد فحفر لنفسي نفتي سو وحو أقضي قبره وقبره يسي بيديه أساق أبقى عنتي سو قطي قبره يسي قبره يسي وقطي وضي أرسده ولم يملك مسو تجمو مكمسو ورجن على ذلك غير ثلاثة أيام سدح بربس أم باكسو ورجته حتى حضر ذو الوفاة جريد باكتم ما لك قبر يقطعي سدح بري باكسو ورجته جريد باكتم كأنه واحد مودا مع الموت موت كأنه بلقله على ميعاد بلن إني أسير يملكون ملك سجائن بعد مدة بلمنه وانكو إيمانه يا هي إيه كأن تان قبر قد يارسنا يا إني إسيرادين بعد مدابه فالتفت مركز ومن العسد على إلى زوجتي زوجتي هي وأولادي عرورتي سي وأهلي قرابتي سي ومن العسد وقال وحيري لا تبكوا علي هاي أوين هدان بنتو هاي أوين معي أوين تو وخلتهما قفك أنت ولد عيا موج لهم أوين أي هاي أوين فوالله بانكر أرتي ما تعلقت بخديئة دم بما نصمين منذ أسلمت أنت الإسلام اللي قصوا بلابه أنت الإسلام هذا وحي كهر ريينا الإسلام يهدم ما قبله وحي دنوبه كهر ريسينا إسلام كابابيي ودميي وحي كدم بيسينا يعني واحد دم بأنصاء أطابتي مجربه لإنتا الإسلام ثم فاضد وحا بحد الروح روحه الروح ديسي الظاهرة فصلى عليه وحا كنت كده الفاروق يعني سيد عمر با كنت كده رضوان الله عليه وحزينه وأمر جي سيد عمر لفقد أبو سفيان وايتان كيسي هو سيد عمر با أمر جي إيه وصحابة الكرام وأصحابتي ووينيد ورنبا يعني وناك سنين أيا أمر بتيوي وعدو وحي كتريان موته أبو سفيان دمشديسي رزءا مصيبا جللا أو آد أوين حل بالإسلام إسلام كقول عدي وإهلي إهل كيسوا حيال قف وين هدو إسلام كقول عدي ومصيبا كقول عدي مصيبا كقول عدي رضي الله عنه وأرضاه.